مراد الكحيلي. مراد، انت عرفت كمعد وكمقدم وكمنتج فني وكممثل وكاتب، ما شاء الله، يعني انا شايفه مواهب كتير ربنا يسعدك يا رب. مجموعه فيك يا تفضل مراد، ربنا الله يكرمك. الله يبارك لك. فعايز اعرف، هل ده نوع من انواع تعدد المواهب، ولا انت اخذت نوع من انواع تغيير المسار؟ يعني في البدايه يعني بجد اشكركم ايهاب وياسمين على تالقكم في هذا البرنامج الصراحه. الله يبارك يعني لك يا رب. كنا السنه اللي فاتت هنا، ودحين ما شاء الله شايفين صوره مختلفه معاكم. الله يبارك فيك. عمل سناب اليون لما انا دخلته زي التحدي يعني لنفسي اولا. اشوف نفسي يعني اذا انفع امثل ولا لا، لانه انا كان عندي زي ما انت عارف برنامج تابع دوت نت، عندي سكتش 30 ثانيه، شفت نفسي اقدر امثل ولا لا، كنت بوصل من خلالها فكره. صحيح، انت كنت مميز الحقيقه. يعني لا يعني هو 30 ثانيه يعني من خلالها كنت ابغى اوصل فكره الحلقه نفسها. كانت بسيطه وسهله يعني. بعدين شفت لا، انه حاب ان انا اجرب عمل اكبر يعني بشكل هذا. وسبحان الله يعني جات الفرصه من اقرا، يعني ما طلبت، بس انه سبحان الله يعني اقرا دائما بتعطينا الفرص لين عندنا، وانت تحسيها امنيه من عندك تجيك لين عندك. الحمد لله. يعني جاء الاستاذ محمد سلام، الاستاذ محمد الجعبري مدير البرامج، ايش رايكم نعمل دراما في رمضان؟ يا سلام، يلا. يلا. فبدينا نعمل، بدأت أجمع الفريق كمنتج فني. ممتاز. واختار القناة الأستاذ محمد الهلالي كمخرج. جلسنا مع بعض. طبعا احنا ندمت ان احنا اخترناه كمان المخرج. ندمت لانه اكثر كل الابداع عند محمد الهلالي. لا بسم الله ما شاء الله. لا انا اقول لك الفريق اولا واخيرا. لا لا انا اقول لك ليش، لانه ما شاء الله تبارك الله يتعنى التفاصيل جدا يعني. متعب. وعشان كذا لانه بالضبط يعني انت شايفه يعني فكره العمل تبع حفر اللي حيعرض بكره ان شاء الله الساعه 8:30 ان شاء الله. الفكره كانت يعني في اجتماع، ايش رايكم نعمل حفره في بنشري او حاجه. جلسنا يمكن اسبوع عشان نقدم هذا العمل، وما نستقيل بالمشاهد تبع اقرا انه يشوف اي عمل يتقدم وخلاص اللي هو اسمه دراما. طبعا اكيد. لا احنا كنا يعني السيناريو نحبكه في 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 كم واحد بيكتب معنا، يعني لو تشوفوا في الصوره يعني ابو فتوح وياسر. ايوه ابو فتوح وياسر جدا جدا تعبوا، يعني انا معاهم في دور بسيط كمجنون. بس من جد انا يعني دور جدا بسيط. بس اتقنت دور الحرامي. لا انت ما شفت الحرامي. دور الحرامي يعني دور الحرامي كان اول حاجه نصورها، يعني اول عمل نبدا نصوره. بعدين تنوعت الافكار من بدويه، من تراجيديه، من كوميديه، من لايت كوم، يعني تنوعنا ما شاء الله. يعطيكم العافيه.